القدس في اسطنبول إحدى الساحات العامة في منطقة السلطان غازي تحولت إلى نموذج مصغر لباحة المسجد الأقصى بمجسمات تحاكي أغلب تفاصيله. عدد من الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية شاركت في افتتاح المشروع، أبرزها الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، حيث عرضت منتوجاتها التعريفية بتاريخ وثقافة فلسطين وشعبها والترويج لقضيته العادلة. وشهد المكان عروضاً جسدت أهم المحطات التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور وحتى قرار ترامب. ساحة القدس في إسطنبول شهدت حضور الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بدعوة من رئيس البلدية جاهد ألتوني، حيث أقيمت مأدبة إفطار على شرف الحاضرين من الجالية العربية وأسر الشهداء الفلسطينيين. مشعل استثمر المناسبة هذه ليؤكد أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومجازر الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين هي جرائم لن تثني الفلسطينيين عن حقهم في العودة لكامل أراضيهم. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جريمة، لكنها لن تغير الحقيقة، فالقدس لنا لا للاحتلال. 70 عاما من الاحتلال والتشريد لم تنسي شعبنا حقه في العودة إلى أرض الوطن. رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين محمد مشينش بدوره تحدث عن مشروع عيش القدس، وقال إنها فرصة كبيرة ليتعرف الجائرون على تراث الفلسطينيين الممزوج بمعاناتهم. هناك من لا يستطيع أن يزول القدس، نحن جئنا لكم بهذه الأجواء حتى تعيشونها في تركيا الحبيبة. الرسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني طبعا نقول أن تركيا معكم قلبا وقالبا، وهي داعمة لكم في كل قضاياكم، وعلى رأسها قضية القدس التي تعني المسلمين جميعا. لذلك نقول أن القدس هذا الإرث الإسلامي هي ليست فقط للفلسطين، هي للأمة جميعا. وتحت عنوان عيش القدس يصل الصوت الفلسطيني إلى تركيا ويلاقي صدى لدى قيادتها التي تعتبر فلسطين قضية جميع المسلمين. ومن يدري، لعل كسر قيود احتلالها يبدأ من هنا في قادم الأيام.